السنة دي بينعقد المؤتمر العربي الرابع للمحاماة تحت شعار مهم وهو المحاماة ملكات وملوك. المؤتمر هذا السنة بيتميز بأنه بيجمع ما بين الأصالة والحداثة. الأصالة في وجوب ولزوم امتلاك المحامي للمهارات والفنون المحاماة، والحداثة في ضرورة اتباع الأساليب الحديثة في إدارة شركات ومكاتب المحاماة العربية. شهد المؤتمر في هذه النسخة في دورات الرابعة حضور 14 دولة عربية و 120 مشارك من مختلف الدول العربية من 14 جنسية، ده على مستوى المشاركين. أما على مستوى النقابات فهذه الدورة تتميز بحضور مميز من لبنان، حضرت نقابة المحامين بيروت وحضرت نقابة طرابلس في لبنان، كما حضرت نقابة أو جمعية المحامين الكويتية وجمعية المحامين الإماراتية. وكان ضيف شرف المؤتمر الأستاذ عبدالله الفلاج رئيس اتحاد المحامين الخليجيين. أما على مستوى الخبراء تميز هذا المؤتمر حضور أحد أعلام القانون العربي والمصري بل والعالم الأستاذ دكتور أحمد فتحي سرور، كان على قائمة المتحدثين في هذا المؤتمر. متعشمين الحمد لله، شهد المؤتمر العديد من الجلسات وخرج بالتوصيات نأمل أن هي تكون مفعلة في الواقع العملي من خلال الجهات المعنية بهذا الأمر. ونتمنى أن السنة الجاية يكون المشاركة أكبر وأكبر، فدعم المشاركين بالحضور يعني بيدفعنا إلى الاستمرار في تناول هذا العمل والاستمرار في وجود هذا المؤتمر سنويا، باعتباره المؤتمر المهني الوحيد الذي يتحدث عن المهنة ويناقش شؤون وشجون المهنة العربية و ما يعترض المحامي العربي من صعوبات وتحديات. شكرا لحضراتكم ونلتقيكم السنة القادمة بإذن الله.